إيه يقول إذا الزوج أراد أن يطلق امرأته فهل له الحق أن يطالب بشيء من المهر أو الأثاث أو شيء هكذا؟ بضرر منها، متضرر منها، ما تطيع مثلا، فيها النشوز على كل حال. أبدا، الزوج الأصل فيه أن لا يقدم الإنسان على الزواج إلا بعد السؤال، يسأل عن البنت وعن أهلها وعن كذا حتى يرتاح أنه مناسبة له. فإذا سأل وتزوجها وبعد ظهر أنه لا، معناته في تقصير في السؤال، هذا واحد. قد يكون لا سأل زين بعدين هي صارت يعني بهذا الطبع، بغض النظر بغض النظر. المهم أن الزوج إذا أراد أن يطلق فليس له الحق أن يأخذ شيئا من المهر، ليس له الحق أن يأخذ شيئا من المهر. أما الأثاث، أثاث البيت وكذا وهذا، فالأصل البيت له، هو اللي تعجاره، هو اللي كذا، فهو صاحب البيت. قضية الأثاث يتفاهمون بينهم، يعني هي تأخذه وياخذه بالتفاهم، إذا ما تفاهموا القاضي يفصل بينهما في هذه القضية. قضية إذا كان لا هو يبي مهر كامل مثلا ليدفعه، هذا إذا هي التي طلبت الطلاق، هي اللي قالت مثلا أنا أريد ما أريد الحياة معك، مثلا أنا ماني مرتاحة معك، يسمون الخلع، تخالعه وترد عليه مهره. أما إذا كان لا الطلاق من جهته هو الذي يريد الفراق، لا يأخذ شيئا من المهر إذا كان دخل أبدا ولا فلس يأخذ المهر. إذا كان ما دخل يأخذ نصف المهر، إذا ما دخل ولا اختلى بها ولا شيء يأخذ نصف المهر. طيب إذا لم يسمي لها مهرا لها مهر المثل إذا دخل، وإذا لم يدخل لها متعة الطلاق اللي فصلنا في الأسبوع الماضي. فالقصد أنها تأخذ المهر كاملا إذا هو الذي أراد الطلاق. إذا ما يبي يطلق يتزوج وحدة ثانية، يتزوج وحدة ثانية وعيش حياته وخلاص، يمكن تعدل أمورها، يعني لا يطلق. يعني كثر ما يقدر الإنسان ما يطلق طالما أنه في مجال لحل المشكلة، حتى لو تزوج عليها بس ما يطلقها، إلا إذا هي طلبت الطلاق أو رأى هو وإياه أن الطلاق حل بالنسبة لهذه المشكلة، هذا موضوع آخر. لكن الطلاق يعني كثر ما يقدر الإنسان يبتعد عنه. الله المستعان.